عليكم أطفالي، كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم إن شاء الله لدينا حصة القراءة، نص نثري، لعبة مسلية، لعبة مسلية. أول شيء الأهداف: تصفية الصعوبات القرائية المرتبطة بالحروف الباء، الياء، النون، التاء والثاء، ثم ولوج النص عبر عتباته، بناء التوقعات من النص انطلاقا من النصوص الموازية والمصادقة عليها. لدينا وضعية الانطلاق دائما: الكلمات البصرية، الذين، اللاتي، بينما، اللعب، الحفل، البهلوان. أعيد: الذين، اللاتي، بينما، اللعب، الحفل، البهلوان. قوموا بتوقف الفيديو وأقرأوا هذه الكلمات جيدا. لدينا الوعي الصوتي: أنصت جيدا، إن قمت بسماع الحرف المطلوب أرفع الإبهام للأعلى، وإن لم أسمع الحرف الإبهام للأسفل. مفهوم؟ إن سمعت الصوت المطلوب الإبهام للأعلى، إن لم أسمع الصوت الإبهام للأسفل. نبدأ. لدينا الصوت الأول هو ب، الصوت ب. بيوت، نهر، بلبل، بهلوان، قسم. بيوت، الإبهام الأعلى أو الأسفل؟ نعم، الإبهام للأعلى. نهر، إبهام للأسفل. بلبل، الإبهام للأعلى. بهلوان، كذلك الإبهام للأعلى. قسم، نعم، الإبهام للأسفل. نمر للصوت الثاني، هو يه، صوت يه. دمية، شاي، ذيل، فرجة، نلعب. أعيد: دمية، نعم، الإبهام للأعلى. شاي، إبهام للأعلى. ذيل، الإبهام للأعلى. ممتاز. فرجة، الإبهام للأسفل. نلعب، كذلك الإبهام للأسفل. ممتاز. نمر للصوت الثالث وهو نه، نه. نبال، مدينة، فنان، رحلة، زائر. نبال، الإبهام للأعلى. مدينة، كذلك الإبهام للأعلى. فنان، نعم، الإبهام للأعلى. رحلة، الإبهام للأسفل. زائر، كذلك الإبهام للأسفل. لدينا الصوت ت. لعبة، بحر، بنت، حزين، توت. لعبة، هل سمعنا الصوت ت؟ نعم، الإبهام للأعلى. بحر، الإبهام للأسفل. بنت، الإبهام كذلك للأعلى. حزين، الإبهام للأسفل. توت، الإبهام للأعلى. نمر للصوت ث، الثاء المعجمة. ثور، مثنى، وردة، ثياب، ترحب. ثور، نعم، الإبهام للأعلى. مثنى، إبهام للأعلى. وردة، إبهام للأسفل. ثياب، إبهام للأعلى. ترحب، الإبهام للأسفل. جيد. لدينا الآن هذه اللوحة القرائية، سنحاول ربط الصوت بالحرف. نبدأ بالباء: با، با، بن، بو، بو، بي، بي. يا، يا، يو، يو، يي، يي، ين، ين. نون، نو، نا، ني، تي، تا، تا. ثي، ثي، ثن، ثو، ثا، ته. الآن كلمات تتضمن هذه الحروف: بيوت،
ثياب يطيب أثاث يبيع. قوموا بتوقيف الفيديو واقرأوا هذه اللوحة جيدا. لدينا الآن التجزئة المقطعي. لدينا بيوت، بيوت. قوموا بتقطيع هذه الكلمة بتوقيف الفيديو ثم تروا التصحيح بعد ذلك. بيوت، نقوم بتقطيع على هذا الشكل بيوت، ثلاث مقاطع. لدينا جدة، لاحظوا معي جدة، لدينا الشدة فوق حرف الدال. سنقوم بتفكيك الشدة، الدال الأولى فوقها السكون والدال الثانية فوقها الفتحة. نجد صحيح على هذا الشكل جدةٌ، جدةٌ. الكلمة الأخيرة لعبة، كذلك قوموا بتجزئها، هذا هو التصحيح. لعبة كذلك ثلاث مقاطع. لدينا الآن تمرين أحذف. الكلمة الأولى هي سباحة، سباحة. نقوم بحذف اللون الذي باللون الأحمر. إن قمنا بحذف حرف السين، نزيل حرف السين، أضع عليه مثلا اليد، ماذا سيبقى لنا؟ نعم، الجواب هو باحة. رائع. أعمال، أعمال. أزيل المقطع الذي باللون الأحمر، أضع عليه اليد ثم أقرأ الكلمة. أعمال، ستبقى لدينا كلمة مال. نمر للتمرين الثاني، هو أعوض. لدينا كبير، سنقوم بتعويض حرف الباء بحرف آخر، مثلا فكروا. نعم، نقوم بتعويضه بحرف التاء وتصبح لدينا كثير، كثير. لدينا كلمة أخرى هي مثابر، مثابر. نقوم بإزالة حرف التاء وأعوضه بحرف آخر، مثلا سنحصل على كلمة منابر، منابر. لدينا التمرين الأخير، أضيف السين أو النون. لدينا حرفان سنقوم بإضافة. لدينا بال، في نظركم هل سنضيف حرف السين أم النون؟ بال. إن قمنا بإضافة حرف النون سنحصل على نبال. ثم كلمة خاء، سنضيف حرف السين سنحصل على كلمة سخاء. جيد. لدينا الآن، أتدرب على القراءة. يجلس الطفل وحيدا أمام الحاسوب، انضم الطفل للمجموعة. قوموا بتوقيف الفيديو واقرأوا هذه الجمل بشكل جيد. جيد. الآن لاحظوا معي العنوان، لعبة مسلية. جيد، عنوان الدرس هو لعبة مسلية. ماذا تلاحظون في الصورة؟ نعم، لدينا طفل، ماذا يحمل؟ حاسوب. لدينا بنت تتكلم معه، وهناك أطفال يلعبون لعبة، مفهوم؟ في نظركم ما هذه اللعبة؟ هل هي لعبة الغميضة أم لعبة الكنز؟ لا أعرف ما هي هذه اللعبة، مفهوم؟ سأقوم الآن بشرح العنوان. لدينا لعبة مسلية، لعبة وتعني كل ما يروح عن الأطفال، ومسلية بمعنى ممتعة ومرحة. جيد، سنفترض بعض التوقعات، وفي الحصة المقبلة سنقوم بمعرفة هذه التوقعات هل هي فعلا صحيحة أو لا. التوقع الأول هو الأطفال يتشاجرون. التوقع الثاني، يجلس الطفل وحيدا أمام الحاسوب. التوقع الثالث، يلعب الأطفال لعبة الكنز المفقود. التوقع الأخير، انضم الطفل للعب مع المجموعة. هذه هي التوقعات التي حصلنا عليها اليوم، وإن شاء الله في الحصة المقبلة سنرى هل هذه التوقعات فعلا صحيحة أو لا. وإلى اللقاء في الحصة المقبلة إن شاء الله.